النهارده جايب لكم 3 مصافي للميلور. اول واحده سمك الفتحات 3 مللي، دي بتصفي الشرانق والخنافس الكبيره، والتانيه ديت فتحتها 2.5 مللي، ديت اللي بيتبقى الشرانق الصغيره وبرده نفس النظام الخنافس الصغيره او حديثه التحول، ودوت وديت 2 مللي بتفصل الشباب عن الكبار خالص اللي هم هيشرنقوا. تمام، احنا النهارده في الفيديو هنعمل هنشوف ازاي طريقه التركيب زي كده، علشان وكمان هوريكم ازاي هي بتشتغل يعني تجربه عمليه. حتى 3 مللي اهي هنركبها مع بعض. نبدا بس من الصغير الاول، هي عاشق ومعشوق فسهل تركيبها ان شاء الله. وكمان لزيادة يعني الثبات والكلام دوت هنحط من هنا امير. تمام، من كل الفتحات من هنا كده امير. تمام، وبرضو نفس الفتحات ديت هنلزقها بامير، ماشي، عشان ايه نعرف ايه نمسكها من هنا كده ونغرب الابره. تمام، دلوقتي هما 3 مصافي بعد ما خلصناهم اتقفلوا خلاص، ماشي. تمام، ده فرق السمك. تمام، وكمان ممكن نعملهم فوق بعض كده، نحطهم فوق بعض بحيث ان احنا ايه نغرب المرة واحدة بالشكل ده. تمام، مش واخدين مساحة هما التلاتة، و يعني حاجة حلوة كده. دي معانا المصفى اللي هي 3 مللي، طولها 40 × 30. تمام، وهم كلهم نفس الناس. وده هو كبير على صغير على شراني على كمية كبيرة اهي. يعني مفيش أسرع من كده. شرانق اهي، بس كده بدا كبير. ده كل الشرانق اللي احنا صفيناها.